بنت وساد يسرحوا له تعويم عملة. زين. تعويم العملة يخلي المواطن بعد ما يثق بالدينار بعد خلاص ينتهي. هذا أكبر خطأ، وكل دولة لبنان صارت سوتها وانتهت عملتها، مصر سوتها في فترة من الفترات انتهت عملتها. أي دولة تعمل بهذا البرنامج هذا أكبر خاطئ. ليش؟ لأن الناس تقوم تثق بالدولار وتكتنز الدولار، وهذه مشكلة. لأن بعد ما حد تروح على محل مال أسواق تشتري غلاس مي تعطي 100 دولار يصرف لك خردة، يعني يصير تعامل بالدولار بعد ما حد عنده ثقة بالدينار، وهذا أكبر خطأ. ابدا مو حل هذا، بالعكس الحلول موجوده. حلول اكو عندنا الان. شوف احنا حقيقه كتبنا على هذا الموضوع اليوم بانه خبرانا في اقتصاديون اكدوا حقيقه بانه موضوع البي او اس، يعني هذا الجهاز. نعم. الجهاز الدفع الالكتروني وبطاقه الماستر كارد والفيزا كارد يجب على الـ على الـ على الـ على الحكومه ان تثقف الى هذا الموضوع. ليش؟ لان يعني هذه الاموال من تذهب الى المصارف، لان يعني بعد من تصير عمليه الكترونيه هذه الاموال يجب ان تذهب الى المصارف. بالنتيجة النهائية لح يصير سيولة عند المصارف. من يصير أكو سيولة عند المصارف، المن تعطى هذه الأموال؟ تعطى إلى 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 التجار والمستثمرين والمصانع، يصير تبادلات، يعني يعطوهم قروض. بالنتيجة النهائية يصير تبادلات تجارية مثل ما صارت بالاتحاد الأوروبي. الاتحاد الأوروبي بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية شلون تغيرت؟ تغيرت من خلال قرار واحد فقط. طلعوا قرار ايش قالوا؟ قالوا بانه اكو ضريبه على المبيعات 18%، لكن اللي يشتغل بالفيزا كارت او ماستر كارت معفي من الضريبه. الناس كلها وجهت اموالها للضريبه. هذه الاموال الدوله سوت بكل بساطه اعطتها قروض للصناعيين، بنوا مصانعهم، اشتغلت الاتحاد الاوروبي من خلال سنتين. استاذ علي بالانتقال إلى